مشروع راقي وإطلالات مميزة وشقق فخمة، خلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. اليوم عندنا مشروع كاسا ماريا. تعالوا ناخذ فكرة على الماكت. تفضلوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. أخت لينا. أخت لينا من شركة مظفر الإنشاءات. تفضلي أخت لينا. السلام عليكم، وياكم لينا شبر من شركة المظفر للإنشاءات والتطوير العقاري في ترابزون تركيا، واليوم راح أشرح لكم عن مشروعنا كاسا ماري في محافظة ترابزون في منطقة يمرة. أول شيء المشروع مالتنا واقع بمنطقة حيوية وراقية جدا، قريبة على هوتيلات راقية مثل رمادا أوتيل ونوف أوتيل، وقريب على مول جواهر. بعدها عن البحر مسافة دقيقتين فقط، عن مطار ترابزون مسافة 10 دقائق، عن مركز المدينة الميدان 10 دقائق إلى 15 دقيقة. بالنسبة للمشروع مالتنا متألف من 8 بنايات على مساحة واقعة 18 متر مربع، كل بناية 10 طوابق، مجموع الشقق 256 شقة، بها أنماط متعددة من 1+1 موجودة بالبلوك دي. طبعا هي صايرة انه من الـ A B C D E F G H، اوكي. عندنا انماط 1+1 صايرة هنا فقط في بلوك D، 2+1 صايرة في بلوك D وبلوك B، و3+1 صايرة بلوك الـ A بلوك الـ C والـ E F G H، هذول بيهم 3+1. وعندنا بعض نمط 4+1 فقط في بلوك B، وعندنا نظام الدوبلكس صاير على البنايات اللي بالواجهة هذول الأربعة. مهمة أنه من ناحية الموقع أنه البحر صاير على هاي الجهة، ومنها الجبل بالكامل منها، فالبنايات الشقق مالتنا تحصل منظر بحري جبلي على الجهتين. وبالنسبة للخدمات اللي موجودة بالمجمع مالتنا، موجود أوتو بارك مغلق للسيارات، صالات ألعاب رياضية، مسابح مغلقة للرجال والنساء، ساونا متوفرة كذلك. وبالنسبة للأمن كذلك موجود كاميرات مراقبة 24 ساعة، ومتوفرة على المساحات طبعا خضراء ونافورات وكل هاي الشغلات، كذلك متوفر يعني كوفي شوبس، مطاعم، هاي الشغلات قريبة، اكو سوبر ماركت متوفر، مسجد قريب على هاي الجهة. وهذا كل شيء بالنسبة للمشروع مالتنا. تفضلوا معنا على أرض الواقع، نديكم فكرة كاملة على شقة نموذجية 3+1، ونشوف إطلالاتها ومساحات الشقة على أرض الواقع. تفضلوا معنا. وصلنا مع بعض الشقة النموذجية، شقة 3 غرف/صالة بمساحة 180 متر مربع. عندنا يسارنا دواليب خاصة بالأحذية والعبايات زي ما انتم شايفين، نوعية جيدة. عندنا يميننا دورة المياه الأولى زي ما انتم شايفين في الفيديو، الأدوات الصحية اللي راكبة ألوانها جيدة. يميننا الصالة، مساحة الصالة 40 متر مربع زي ما انتم شايفين. جزء نقدر نستخدمه، نقدر نحط طقم كنب، والجزء الآخر عندنا طقم السفرة زي ما انتم شايفين. يعني الشقة هذه شقة نموذجية، حاطين فيها أثاث إنه نقدر نشوف المساحات نستغلها. فيش يميننا عندنا إطلالة على الطبيعة وديكورات سقفية جميلة. ونتوجه مع بعض إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، وإطلالة البلكونة هذه إطلالة على الطبيعة والمدينة والبحر، شيء جميل ورائع. مساحة البلكونة نقول 2 × 8 أمتار، مساحة جيدة. منها نتوجه إلى المطبخ. زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ نوعية فاخرة وذات كواليتي عالي. عندنا أيضا منطقة
جيدة تستخدم فيها منطقة السفرة أو طاولة السفرة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. حاليا أنا متواجد في منطقة الكوريدور اللي هو موزع الغرف. يسارنا على طول عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، وزي ما هو واضح الرخام والسيراميك ألوانها متناسقة جدا. مقابلنا على طول مقابل دورة المياه عندنا الغرفة الأولى. الغرفة هذه مساحتها جيدة، مستغلينها في طقم كنب، يعني نقدر نقول لايفينج روم اللي هو غرفة الجلوس، وإطلالتها على الطبيعة وعلى المدينة والبحر. شيء راقي ما شاء الله تبارك الله. نطلع من الغرفة هذه نتوجه إلى الغرفة الثانية. بجوار الغرفة هذه عندنا الغرفة الثانية، مستغلين الغرفة هذه غرفة الأولاد، يعني حاطين فيها سرير فردي مع ملحقاته اللي هو كومودينا مع الدولاب بالإضافة إلى التسريحة. وإطلالة الغرفة هذه أيضا إطلالة بحرية وعلى الطبيعة والمدينة أيضا. نطلع نشوف غرفة الماستر مع بعض، تعالوا مع بعض. نطلع من غرفة الماستر، نطلع من الغرفة الثانية نتوجه إلى غرفة الماستر. شوفوا مساحة غرفة الماستر ما شاء الله تبارك الله مساحتها كبيرة، يعني شوفوا منطقة خاصة أو المساحة للسرير بالإضافة إلى دولاب الملابس وأيضا التسريحة، يعني مساحة متكاملة لكل الأغراض. وعندنا دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، دورة مياه متكاملة وانتم بكرامة. ما ننسى انه موجود تمديدات التكييف في كل الغرف والصالة ايضا. غرفة الماستر لها بلكونة خاصة فيها. البلكونة هذه مساحتها نقدر نقول 3 في 2، يعني اصغر من البلكونة الاولانية، واطلالتها على البحر وعلى المدينة والطبيعة. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.